ولكل هؤلاء الشامتين يعني سترد إليكم. إيه فكرة الشماتة؟ إيه فكرة الشماتة في الموت؟ إيه فكرة، أنا عمري ما فهمت مغزى الشماتة في الموت، يعني لا من الدين وأنتم تلتحفون برداء الدين وليس لكم منه شيئا، ليس لكم منه شيئا، ده الدين رحمة، ده إسلامنا رحمة. ايه فكرة انك تشمت فيه وتقول لك ما انت لما الاخوان طلعوا كنت مبسوط، ما انت كذا، ما انت كذا. كان سعيد ان الاخوان مشيوا، طبعا كلنا كنا سعداء لما الاخوان مشيوا. ارحمونا من الشماتة، بعض من الاخلاق، بعض من اخلاق الاسلام اللي بتدعوا انه دينكم وهو بريء منكم. ربنا يصبرك يا حاجة حسن، ربنا يصبرك يا حاجة شمس، مش قادرة أقول غير كده. وأنا مبسوطة طبعا حاجة ياسمين الخيام كانت موجودة لتطبطب على قلبهم شوية.